السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عاد من قناة Infinite Game. اليوم رجعنا لكم بلعبة Into the End. يا جماعة الخير اللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا، فخلونا منطوب الكلام ونبدأ نلعب. طيب يا جماعة الخير، في الفيديو السابق بعد ما حصلنا على المفتاح، اوكي بعد ما حصلنا على المفتاح وصلنا في هذه المنطقة يا جماعة الخير. انزين وصلنا في هذه المنطقة، فاليوم راح نكمل مكان اللي وصلنا فيه في الفيديو السابق يا جماعة الخير. فخلونا نتحرك، وفي حد ميت قدامنا اذا ملاحظين انه في حد ميت. فانا اذا انت اذا ممكن تخبرني وش صار عندك هناك على اساس انا ما انزل تحت، لانه ما يدي اموت. اوكي خلونا ننزل يا جماعة. اوكي شيء درق هنا، شيء درق يا جماعة، يعني خبرني ارجوك، انا قاعد انزل. هذا يقول لك حبيبي بتموت معاي شكلك. اوكي شيء ايش هذا؟ هذا هل هذا فخ يا اخوان؟ لحظات خلينا اضرب ال لحظه، لا 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 ما 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 توك ذاك. ايوه اضرب، لا ما صار شيء يا اخوان. خلونا ناخذ الشعله ونتحرك. وش نسوي هنا؟ وش نسوي؟ انا ما فهمت، في حاجه لازم نسويها يا اخوان هنا، انا لكن ما فهمت. وش نسوي هنا؟ اها طلع هذا لفت يا اخوان، طلع هذا اليفيتر. المفروض نسوي ويش؟ تعرف وش تسوي هناك يا اخوان؟ تضغطوا على ال1 على اساس ينزلك الاليفيتر. اوكي تغير الساوند تراك يا جماعه الخير، اذا انتم ملاحظين انه تغير الساوند تراك، فشكل الامور يعني صوتي بدا يتقطع، فيعني الامور ما طيبه يا اخوان. فخلونا نتحرك. هلا وش نروح؟ هذا الصوب ولا نروح الصوب الثاني؟ خلونا نروح هنا. لا هنا اوكي، ما نروح هذا الصوب شيء، نشوف اذا كان في شيء. مكان مظلم يا اخوان، انا ما اشوف شيء صار، انا ما قاعد اشوف شيء. وش هذا؟ هل هذا فخ ولا ايش؟ اشرحوا لي. انا بكمل، لكن انا بكمل في الظلمات يا اخوان. هو حصل ايه؟ تعال والله ابلع ابلع يا حبيبي. لا 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 يا زريبه، لا 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 وش قاعد تسوي يا حبيبي؟ ايش يا الله ضربني. انا مت يا اخوان، انا مت قسم بالله. يعني كنت اضرب يا اخوان، لكن ما مات الوحش ذاك الزفت. لكن انا بدبك، تعال ابلع. لا وحش عنده رمح يا اخوان، يا الزريبة. هذا المرة يا اخوان بقتله، انا بقتله هذا المرة، ما بخليه. انا بقتلك. تعال ابلع ابلع. ما اشوف شيء يا اخوان، ما اشوف شيء. اوكي تعال. هذا اللعب يا اخوان لازم تاخذ راحتك لما تضرب، ما تستعجل. استعجلت موت. اوكي قتلت واحد منهم يا اخوان، قتلت واحد منهم. قتلني الحمار هذا. هذه المره يا اخوان اوكي لازم نقتل اللي عنده رمح. طلع لي شعر ابيض، في شعر ابيض يا اخوان، ايوه فلازم اقتل اللي عنده رمح. هذا اللي ما عنده سلاح يا اخوان عسل، مات. شفت كيف على طول يموت. اما هذا لازم تسلك ذاك يا اخوان، لازم تطيحه. زين دور وتعطيه بوش يا اخوان، دور وتعطيه. مشكلة ما سهل، يعني هو ما سهل يا اخوان، ما سهل ابدا تقتل هذا اللي عنده مسمى، اللي عنده ايش؟ اللي عنده رمح. اوكي خلونا نكمل نشوف هذا المكان وين وصلنا، لان هذا استغفر الله. بس ايش عندنا مفتاح يا اخوان؟ خلونا نفتح الباب. اوكي هذا نفس المفتاح اللي حصلناه في الفيديو السابق يا جماعه، نفس المفتاح، يعني تستغرب نفس المفتاح. اوكي انزين اذا طحت انا اموت صح؟ يوب اوب 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 اوب. زين ما طحت يا اخوان، جمبو حلو. لا رول رول رولينج يا حبيبي، رولينج يا حبيبي رولينج يا اخي، رولينج حبيبي رول رول ايوه رول رول.
اي رول يا حبيبي، نزلت عنده اسمه الحجر يا اخي، سلم عليه الحجر. رولينج بينزلنا حجر ثاني يا اخوان. ايوه لازم تكون مركزين. اوكي اركب اركب اقحم. حلو لازم نكون مركزين يا اخوان. شفتوا ايش اللي صار؟ يسوي لك سبرايزنج، ينزل لك احجار كذا يعني ما سبرايزنج يا اخوان. اوكي هذا المكان خايس، هذا الاسم الكهف ما عجبني انا، كيف شكله ما عجبني المكان ابدين يعني قصدي. يا اخوان ايش هذاك اللي شرد وما ولا ما قاعد اشوف على الكاميرا وطلع لي واحد يتكلم لغه مالكوف. يا زريب انت مسخت يا اخي، ما اخذ اضيحه. لحظات انا عندي فكره، كيف ما طاح؟ تعال كذا كذا اللعبه كذا ابالك انت يا اخوان. يا اخي هذه الاعداء في هذه اللعبه ام الصعب يا اخوان، لا مورشل ولا فيجل، هذه اللعبه يطلع لك قرون من بدايه اللعبه يا جماعه. اللعبه واجد صعبه يا اخوان، واجد واجد صعبه. انا ما توقعت هذه اللعبه تكون كذا صعبه يعني. يعني اسمه لما تقاتل العدو يعني يحتاج لك تكتيك يا اخوان، ما تعالوا تضارب كذاك بس، لا ما تقدر تسوي كذاك. فهذه اللعبه مستحيل تسوي هذه الحركه. اتوقع بينزل احجار يا اخوان، اتوقع بينزل احجار، احس كذاك اني اسمع صوت الاحجار يا اخوان. هذا هذا نحن وين رايحين يعني، وين رايحين؟ ذيك الساعة شفنا واحد يا اخوان، اتوقع ذاك اللي شفناه بيكون شكله هو الزعيم بيكون يا اخوان. اوكي هل ننزل تحت ولا ايش نسوي؟ شوفوا ذاك اللي هناك في حاجة ينتظرنا. ايوه يتكلم هذاك. انزين وبعدين؟ اوكي انزين بعد ننزل هنا يعني؟ في شيء هنا ولا ما في شيء صح؟ اوكي خلونا نروح الصوب الثاني عقب هذا الصوب. يا اخي ما يعطونا سلاح ثاني؟ احس السلاح اللي عندي يا اخي زبالة، حتى السلاح اللي عندنا زبالة يا جماعة، زبالة شوي عليه. انا ما اشوف شيء. اوكي اوكي انزين هذا اللف ترى متدقدق يا اخوان، يعني تريدوني انزل ما اروح في اللفت ونلفته حد ما تدقدق، تقصوا عليه يعني انتم قاعدين تقصوا عليه كذا. لكن خربانه خربانه ترى، خربانه خربانه. انزين وش نسويته؟ انا اقحم ليش؟ اللفت خربان ترى يا اخوان يعني ما شغال. ايش صار؟ فهموني ايش صار؟ يعني وش يريدون يسوي هنا؟ ما فهمت انا. اوكي انا ما فهمت. اوكي لازم تقحم يا اخوان، عقلي حصل للحمار هذا، عقلي حصل يا اخوان. صح انك زريبه. هذا شفته؟ عقل لي حصل ترى. صديت اي صديته، تعورت لكن تعورت يا اخوان. صح ان الزريبه ذاك عقل حصل شرد. حلو لعبات من الاحجار ذيله، لعبات من الاحجار يا اخوان. اوكي انا عارف ادبك، تعال تعال يا زبالة انت، انا عاكف ادبك، تعال تعال ابلع. صح انك زريبة. ايش في هذا؟ وش هذا اللي فوق؟ سؤال سبرايزنج ما اريد انا. طلعنا برا، الحمد لله ان طلعنا برا يا اخوان واخيرا.
زين طلعنا برا. اخيرا طلعنا من هذا الكهف الخايس هذا. طيب يا جماعة الخير، أنا راح أنهي هذا الفيديو في هذا المكان، وإن شاء الله في الفيديو القادم راح نكمل مكان اللي وصلنا فيه في هذا الحلقة يا جماعة. فلا تنسوا تدعمونا باللايك والشير والاشتراك يا جماعة الخير. كان معكم عادل من قناة تنفين جيمنج، والتقانا في الفيديو القادم. سلام.